مرحبا بكم أيها الأصدقاء. هذا السيد هذا دا. الله أعلم. المهم، في تعليقه وأنت مشكور يا ودي السيد دا عن هذا التعليق: أنا عندي فناجين قديمة آثار عن أيام الفراعنة للبيع، أنا في لبنان. نرجو أن يكون ذلك صحيحا. المهم، أنا سوف أثبت تعليقك، وها هو الفيديو منشور، الله أعلم، لأن الفراعنة، أظن أن الفراعنة الهون وصلوا حتى الشام، والله أعلم، أنا أظن أنهم وصلوا حتى الشام. نعم، إن كان هذا مشروعا، ما دمت أنك أنت من نشر التعليق، وشكرا لك أخي دادا دادا دادا. إذا هذا هو التعليق أيها الأصدقاء: أنا عندي فناجين قديمة آثار عن أيام الفراعنة للبيع، أنا من لبنان. هل أحدا ما يتواصل معك؟ إلى اللقاء.